من غير كسوف ما شاء الله الله أكبر، يعني بالأرقام والترندات أنت وأحمد سعد اليومين دول يعني متفوقين جدا جدا على مطربين كبار. أنت شايف أن الفترة دي تتسمى بالفترة بتاعتك؟ يعني الفترة الذهبية بتاعت محمود الغزالي؟ لا، أنا رأيي أن هي دي الفترة الذهبية بتاعت أحمد سعد فعلا. يعني أحمد وإنت سعد كمان برضو ما شاء الله. لا، أنا أقول لك حاجة، لا أحمد بجد، أحمد السنتين اللي فاتوا عمل حاجة صعبة جدا، أنه عمل أغاني كتير قوي حلوة كلها هيتس سوبر هيتس، وانا بحاول احصله يعني، بس هو فعلا يعني بوجه له التحيه من خلال برنامج، اشتغل على نفسه جامد جدا والاغاني بجد كلها حلوه. وانت كمان برضو الفتره دي عامل نجاحات. الحمد لله انا كويس بشتغل وبتعب والله خالص، بس هو فعلا احنا بص، خلي بالك النجاح ده بجد من عند ربنا، والانسان بيجتهد جدا 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 وبيحاول يتقن عمله على قد ما يقدر، وبعد كده نشوف بقى اللي بيحصل. استقبال الناس كمان بقى مختلف. زمان كنت بتبقى عارفة لما بتعملي أغنية بتبقى عارفة الأغنية دي هتضرب. دلوقتي بجد بجد الواحد ما بقاش عارف أي حاجة خالص، مش عارف السوق مخبي إيه خالص. بالعكس يعني بقى الموضوع صعب جدا، بتبقى بتحاول أنت تشتغل وبتحاول أن أنت تشوف كمان تواكب اللي بيحصل ومن غير ما تتنازل عن وجهة نظرك الفنية، ولكن بجد بأكد لك الموضوع صعب جدا. فعشان كده احمد عمل حاجه صعبه جدا، ان هو بجد عمل اغاني كتير جدا وكلها سوبر سوبر هيتس، فبحب حقيقي بقول ان هي الفتره دي هي فترته. في اغنيه معينه احمد سعد غناها الفتره دي كان نفسك انت تغنيها؟ سيرينا يا دنيا، بحبها جدا جدا جدا، ومن اكتر الاغاني القريبه لقلبي، ومش شايفها من احلى الاغاني اللي اتعملت في الخمس سنين اللي فاتوا.